في إجراء جديد أقرته وزارة التربية في الامتحانات الرسمية لدورة جوان 2014، لن يتمكن المرشح من مغادرة قاعة الامتحانات للتوجه إلى دورة المياه إن لم يقم حارساً بالتوقيع على رخصة تمكنه من ذلك، وهو إجراء احترازي اتخذته الوزارة من أجل تفادي سيناريو الغش الجماعي الذي وقع السنة الماضية. نعم، هناك إجراءين جديدين. الإجراء الأول يتعلق بخروج التلاميذ من قاعة الامتحان أو المترشح من قاعة الامتحان إلى دورة المياه ولا لشرب الماء ولا إلى العيادة أو إلى العيادة، فهناك رخصة يمضيها حارسان ويصطح واحد وما يصطحب الأول حارس. هناك شخص مكلف في الرواق بالخروج مع التلميذ دون أن يشعر التلميذ بهذه الرخصة. يعني إجراءات أخرى اتخذتها الوزارة تعزز الرقابة داخل مراكز الامتحان وتلزم رئيس المركز بإنجاز مخطط للتلاميذ الممتحنين وإرساله إلى الوزارة. وضعية جلوس المترشح على الطاولة أن قصاصة المعلومات تكون على الجهة اليسرى بينما هو يجلس على الجهة اليمنى، وهو إجراء جد إيجابي من خلال مراقبة المعلومات من طرف الحارس لا يزعج المترشح. مخطط لجلوس المرشحين في الامتحانات الرسمية ورخصة للخروج وقصاصات وتجنيد كوماندوس من الحراس، كلها إجراءات أقل ما يقال عنها إنها قد تزيد من التوتر النفسي لدى الممتحنين.